هذا الفيديو الأخير يا تيتشر ما رح يكون طويل كتير، بس رح نكمل فكرة الكريس كروس ميثود بشكل مختصر. والحصة الجاي بنعمل أبليكيشن كتير منيحة عليها، بتكونوا انتو حفظتوا symbols of ions كتير منيح لحتى تتابعوا معي. حأرجع عيد فكرة الكريس كروس ميثود. قلنا عنا الليثيوم أوكسايد، نجي نطلع الاي بلس او 2 ماينس، طبعا بلس يعني بلس 1. بجي بدي اعمل كريس كرو، بدي كنسلهم مع بعض، بلاحظ انه بلس 1 ماينس 2 ما بيتكنسلوا مع بعض لانه ديفرنت، لانه مش بلس 1 ماينس 2 ولا بلس 2 ماينس 2، رقمين مختلفين. او بطريقه تانية، اذا انا بدي اعدل البلس 1 كم مقابيل كل بلس 1 كم ماينس 2 لحتى اعدل الماينس 2، ماينس 2 بدي مقابيلها 2 من ال اي بلس، بدي 2 من الليثيوم. طيب حتى ما اقعد افكر بهالطريقه، اخترعوا فكره الكريس كروس ميثود. كريس كروس يعني مثل الاكس. كيف يعني مثل الاكس؟ يعني رح اجيب ال ال اي واعطيها 2، نزل ال 2 لعندها، حط حد ال او ونزل ال 1 كمان لعند ال او. يعني كيف بتصير؟ نكتب ال ال اي، شو بننزلها لل اي؟ بننزلها 2 لحدها لتحت، بنرجع بنحط الاو وبننزلها ال 1 لتحت. طبعا وين راحوا التشارجز؟ البلس والماينس بيطيروا. نحن هدفنا من الايونيك كومباوند انه نطير التشارجز، نعمله نيوتراليزيشن. ف راح يبقى ال اي 2 او 1. طيب طبعا بالكيمستري نحن تعودنا ال 1 ما بنكتبها، فش رح تصير؟ رح تصير ال اي 2 او ال 1، ما ضروري نكتبها، ما لازم نكتبها اصلا. شو يعني هيدا الحكي؟ يعني لحتى تتعدل الليثيوم ايون مع الاوكسايد ايون حتى يعملوا ايون كومباوند مظبوطة نيوترال، شو لازم يصير؟ لازم يكون عندنا مقابل كل وحدة اكسجين او اوكسايد ايون 2 من الليثيوم ايون، ف Li2O. طيب رح ناخد اخر اكزامبل، طبعا هذا الاكزامبل بتكتبوه على دفاتركم. رح ناخد اخر اكزامبل جاليوم، او ما بدي الجاليوم برومايد، رح اخذ المغنيسيوم فوسفايد. مغنيسيوم ايون هو Mg2+، فوسفايد ايون هو P3-. بنفس الطريقة، طيب مغنيسيوم ايون هو Mg2+، فوسفايد ايون هو P3-. بلس حده ماينس، اوكي كتير منيح. نطلع بالارقام 2 و 3، 2 different numbers. شو رح نعمل؟ رح نعمل طريقة ما بيكنسلوا بعضهم، فرح نعمل طريقة الكريس كروس ميثود. يعني رح نزل ال 2 واعطيها لل P، ورح نزل ال 3 واعطيها لل Mg. Mg نزلها لل 3، نرجع Mg نزلنا لل 3، نرجع ال P نكتبها ومننزلها number 2. فشو صارت الفورميلا هنا؟ صارت Mg3P2. هذه هي الفورميلا يونت فور Mg مغنيسيوم فوسفايد Mg3P2. طبعا هون نحن ما عاد في داعي نفكر انه مقابل كل بلس 2 كم ماينس 3 بده يكون في الكريس كروس ميثود، حلت لي كل المشكله. معناته لحتى يعملوا نيوترلايز لبعضهم، يعني يكنسلوا بعضهم البلس والماينس، بدي 3 Mg و2 P. طيب رح وقف هون بالاكزامبلز، الحصه الجاي بنكمل examples أكتر. في عنا بعض كم نقطة فيهم لهيدول الأفكار ومنعمل exercise عليهم. يعطيكم العافية teacher. طبعا بتبعتولي على على الواتساب اللي نقلتوه على دفاتركم لحتى أخد عليهم الحضور. يعطيكم العافية.